اه هو المصريين لو خدتوا بالكم، لو جيتوا تابعتوا كويس على السوشيال ميديا للي ملحقش الحاجات اللي بتتعرض في النشرات والبرامج، هتلاقي انه الناس العاديه، المواطن العادي، فاهم طبيعه الدور المصري وفاهم الدور العظيم اللي بيقوم بيه المفاوض المصري، عارف يعني ايه جهد بتبذله الدوله ومؤسساتها في هذه المفاوضات، حاميه الوطيس، واصفها فعلا بانها حاميه الوطيس ومفاوضات شديده الصعوبه الحقيقه. معانا على التليفون دكتور طارق فهمي، استاذ العلوم السياسيه. اهلا بيك يا دكتور طارق. اهلا وسهلا سياده النائب، اتفضل يا فندم. دكتور طارق، يعني المفاوضات مستأنفه وموجود كل الاطراف على حد فهمي، يبدو انها تسير في اتجاه جيد، لكن كان في بعض التصريحات بتقول ان هناك بعض الاختلافات وده طبيعي على ترابيزه المفاوضات، لكن خليني هنا اسال اولا مدى التوافق اقدر اديله نسب قد ايه؟ نسبه كام في الميه؟ ومدى الاختلاف نسبته قد ايه في الميه؟ واذا امكن في تصور حضرتك يا دكتور ما هي النقاط الخلافيه؟ يعني حتى الان الامور تمضي بصوره جيده في ظل جهد كبير لفريق المفاوضين المصريين، وهناك اتفاق على ضروره التوصل الى اتفاق، هناك رسائل في كل اتجاه الى الجانب الحماس والى جانب الحكومه الاسرائيليه بطبيعه الحال، إضافة طبعا لجهود الوسيط الأمريكي. القضية أن هناك اتفاق في الإطار، واتفاق الإطار هو الأهم أن في تأجيلي، لأنه ده اللي بيحدد الأمور التي ستحكم وتضبط المشهد حينما يتم التوصل لاتفاق الهدنة. الحديث عن بعض التباينات بشأن بعض النقاط المحددة ومنها المدة الزمنية، احتمالية دمج بعض المراحل، الحديث عن أعداد النازحين، بعض النقاشات حول تخفيض عدد المحتجزين من 33 إلى 18، تأجيل موضوع التسليم إلى مرحلة تالية اللي هي الخاصة بالمحتجزين من الجانب الإسرائيلي، خريطة الإفراج عن عدد من الأسرى. ففي نقاط تفصيلية بتحتاج إلى تمهل في التناول، ليس تحفظا فقط، لأنه كما تعلم وافقت حركة حماس على المقترحات المصرية، ولذلك تقتضي أن نقول أن المقترحات المصرية والخطة المصرية التي تمضي عبر ثلاث مراحل هي المتماسكة، ويمكن أن تصل بنا في النهاية إلى ما نستهدفه بالوصول إلى فكرة حل الدولتين ووقف إطلاق نار كامل. وبداية بقى الحديث عن مشروعات الإعمار سيادة النائب والإجراءات التفصيلية اللي حضرتك تعلمها في هذا السياق، وبالتالي علينا ألا نتعجل، لأن الأمور صعبة للغاية، لكن هناك تفاؤل كبير بإمكانية وصول الوسيط المصري ببر الأمان إلى هذه المفاوضات، وفي إرادة بتشكل الآن، وفي دعم مصري كبير للجهود الحالية. أنا أعتقد أنها كانت حسب، بمعنى أن حضرتك بتتكلم على المجموعة الأولى اللي هيتم الإفراج عنها كمحتجزين بالنسبة لمناطق العودة، وقف إطلاق النار التكتيكي، وسحب بعض القوات خارج مدينة غزة وخان يونس. الساعات اللي الطيران فيها هيتوقف عند عودة النازحين وعدم التعرض ليهم. في تفاصيل طبعا كثيره في هذا الاطار، مهم ان يحدث توافق بين الطرفين. الجهد المصري جهد مقدر، هناك بطبيعه الحال تقدير كبير من الاطراف المشاركه ومن الجانب الوسيط المصري، وفي خبرات متراكمه كما تذكر حضرتك النائب للوسيط المصري، فبيعمل بحرفيه ومهنيه كبيره في هذا الاطار. انا اعتقد انه سيكون هناك توصل للاتفاق، شريطة أن تتوافق الإيرادات من قبل حركة حماس الآن وبين إسرائيل، مع الإدراك أن هناك قوة متربصة سيادة النائب في إفشال اتفاق، يجب أن نشير إلى هذا خصوصا من الجانب الإسرائيلي، هذه المفاوضات إلى بر الأمان وتحقيق خروقات حقيقية فيها، بصرف النظر طبعا عن الروحانية، بصرف النظر عن سلوك نتنياهو، بصرف النظر عن بعض التحفظات داخل مجلس الحرب على استمرار العمليات التهدئة والهدنة طبعا، لكن صوت العقل الآن حاضر بقوة ووراءه مصر،
بمنهجها التفاوضي المروح وبخبرة كبيرة وثقة في الوصول بالمفاوضات إلى بر الأمان، مع التقدير أن هناك أيضا توقع ببعض الإشكاليات التي تحدث، وهي إشكاليات متعلقة بالقوى الرافضة لهذا الاتفاق والتحاول تعويق. ولا أريد أن أحدد جهة في هذا التوقيت، لأنه بطبيعة الحال الأمور طبعا تحتاج إلى تريس من قبل الطرفين وتحتاج إلى إرادة لهذا. ربما كانت حفاوة أبناء الشعب الفلسطيني وترحيبهم بما أعلنته حركة حماس من وصول لهذا، طبعا دي أمور جيدة نستطيع أن نبني عليها. لكن على الجانب الإسرائيلي ما زال صوت التحريض في الشارع الإسرائيلي، وفي تحريض على استمرار العملية العسكرية واستمرار المواجهة والحرب. طبعا نتمنى أن صوت العقل يصل. طيب دكتور طارق، هل لي أن أتوجس خيفة من استفزازات المستوطنين الصهاينة على الأرض؟ يعني سيادة النائب، قطعان المستوطنين في الضفة الغربية هم أحد الأسباب التي يمكن أن تعوق الاتفاق، لأنهم لهم أصوات في الحكومة كما تعلم، ولهم وزرائهم الذين يعبرون عن سياستهم، ولهم خطابهم التحريضي الذي يمكن أن يفشل أي خطوة إيجابية في هذا الإطار. لكن بطبيعة الحال لا نريد أن نستبق الأحداث، فكل أخرى أيضا يعني ليست فقط أسر المحتجزين وغيرهم ولا حالة التظاهرات في إسرائيل، لكن هي طبعا مختلطة بالحديث عن التنازلات التي يمكن أن تقدمها الحكومة الإسرائيلية وتخوف من تفكك الائتلاف الحاكم في إسرائيل. لأنه القضية أنك أمام مجموعة هواة من الوزراء ولا تفكك وزراء ويطلقون أحكاما يعني بتدعو إلى العنف والتحريض على القتل وغيره، لا يمكن أن تصدر من وزراء مسؤولين في حكومة هي عضو في الأمم المتحدة وتنظيم الدولي. وبالتالي أنا أعتقد أن مثل هذه الشخصيات هي التي تعوض مسار التهدئة وإنجاح الهدنة، لأنه القضية ليست في الوصول إلى المرحلة الأولى، لأنه علينا أن نتوقع أن القاهرة في تحركاتها حضرتك تستهدف تحصيل الاتفاق، بمعنى ألا نصل الاتفاق إلى مرحلة أولى ثم تحدث خروقات فتتوقف العملية لأكمله. وبالتالي حرص القاهرة على تحسين ما سوف يتم الاتفاق عليه والمدرية فيه هو الأهم في تأثيري في هذا التحسين الإسرائيلي لإفشال الاتفاق، مع توقع أن هذا المخطط يعني موجود وقائم وربما يكون له تأثيره. لكن في النهاية هناك ثقة كبيرة في الوسيط المصري بما يملكه من خبرات متراكمة، وفي حرص أعتقد على دعم الوسيط المصري، في إشادة طبعا دولية كبيرة للتوقف على الجانب الأمريكي بالمناسبة، بل والأوروبي والمؤسسات صحيح. الدولية العديدة. طيب والمنيحة على ذكر الجانب الأمريكي يا دكتور طارق، الوفد الأمريكي موجود، وهنا يجي سؤال موقف البنتاغون مما يدور وتحديدا حول العمليات العسكرية اللي بتقوم بها إسرائيل، وتحديدا بعض العمليات اللي بتحصل في مدينة رفح. موقف البنتاغون رافض لهذه العمليات ويحذر من استمرار العمليات ويحذر طبعا من عمليات كبيرة. هل موقف البنتاغون من الممكن أنه يساعد المفاوض المصري في حديثه مع المفاوض الأمريكي، أو يشجع المفاوض الأمريكي على خلق ضغط ما على الجانب الإسرائيلي لقبول وقف إطلاق النار أو الهدنة؟ هو بالتأكيد طبعا، لأن في تأثير كبير جدا من المسؤولين في وزارة الدفاع الأمريكية ونظرائهم على الجانب الإسرائيلي، وحضرتك تعلم سيادة النائب في حوار استراتيجي مستمر وفي تنسيق كامل، وفي طبعا على مستوى العمليات وعلى مستوى الحوار العسكري أو الاستراتيجي ليس فقط في رفح، لكن كان في مجمل ما تم خلال الأشهر الأخيرة، وده في إطار طبعا الشراكة العسكرية والاستراتيجية الكبيرة بين الولايات المتحدة وما بين إسرائيل، وفي تنسيق كبير. يعني اليوم ما أعتقد لهم تأثير كبير، وأعتقد أنه يعني المسؤولين الأمريكان سواء العسكريين أو الأمنيين أو الاستخباراتيين لديهم تأثير كبير وواضح بوقف ما يجري. دعنا ننتظر، لأنه الحديث هنا عن عملية محدودة تمت في رفع، عملية صحيح. محدودة في كل المقاييس، ولن وفي تأثيري لن تتمدد بأكثر من هذا انتظارا لما هو قادم من يعني من دلالات رمزية تمت. لكن في النهاية أنا أعتقد أنه
يعني مصر تتصل بالمفاوضات إلى بر الأمان. الجانب الأمريكي طبعا المشارك لديه رؤية ولديه تصور، وهم في هذا الأمر بتركيز على العمل الأمني أو البعد الأمني وتدابير والإجراءات الأمنية، ولهم تصورهم الكامل. ويعني وأعتقد أنه مدير الاستخبارات المركزية ويليام بيرنز كما تعلم هو أصلا دبلوماس ولديه خبرات عميقة وكبيرة، ولا يقارن هنا بمستشار الأمن القومي أو وزير الخارجية الأمريكي بالمناسبة. فالرجل لديه رؤية ولديه مقاربة، وأعتقد أنه يدرك مع من يتعامل. الخبرات الكبيرة المصرية باينة قوي فيه. بيرنز خبير سياسة وليس مجرد هاويا بالتأكيد. وبالتالي ده مهم قوي خصوصا مع امتلاك الجانب المصري لهذه الخبرات المتراكمة والممتدة لسنوات في مثل هذه الموضوعات في التعامل. أنا أعتقد دعنا نتفائل أن نصل في المفاوضات إن شاء الله إلى أول مرحلة وتتوقف المواجهة وتبدأ المرحلة الأولى للهدنة. يا مسهل، أشكرك جدا 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 يا دكتور، تعبناك معنا الليلة دي. كل الشكر دكتور طارق فهمي أستاذ العلوم السياسية وطبعا الخبير في العلاقات الإسرائيلية.